معقول. ده انا كنت نازل لك مصر. اقفلي الباب. أمينة. نعم. تتجوزيني؟ أيوة. يبقى نسافر مصر نكتب الكتاب هناك. ماما واخواتي هيفرحوا بيكي قوي، هيعملوا لنا فرح يجنن. شريف انا مش عاوز انزل مصر، خايفه قوي. خلاص نتجوز هنا، بكره الصبح ننزل اشتري لك شويه فساتين واشتري لي بدله ونتجوز بعد الظهر. انا معايا 6 جنيه ونص والسلسله دي دهب نقدر نبيعها ونشتري كل اللي احنا عاوزينه. حاجة بسيطة خالص، بسبوسة بالسمن البلدي واللوز من عند أكبر حلواني في البلد حاج مدبولي. أمال فين الأنسة أمينة؟ معرفش، استنيتها على باب المدرسة بعد الامتحان وما خرجتش. قلبت عليها مصر ما لقيتهاش. ما لقيتهاش؟ أمال راحت فين أمينة؟ راحت فين؟ خايفة مني وانا نايم معاكي في أوضة واحدة؟ لا أنا مش خايفة منك، أنا كنت بخاف من جاد، كان بيبرق لي كده بطريقة غريبة ويروح ماسكني مرة واحدة زي الحتاية. بس تعرف إنه غلبان قوي، صعبان علي. طب ما اتجوزتوش ليه؟ ناس كتير بيصعبوا علي، معنى كده إني أتجوزهم كلهم؟ انا اتجوز بس اللي اللي ايه بحب. يا حياتي تصبح على خير.
هيجيلك نوم؟ اهو هفضل بصلك كده لحد الصبح. ازاي تخليها تضيع منك؟ انت اللي خيبه، ازاي ما تخليهاش تحبك؟ ازاي تخليها تميل لواحد تاني؟ وهي بتميل لواحد تاني؟ ايوه بتحب واحد تاني. طب ليه؟ انا مالي؟ عيب ايه؟ ده احنا من طينه واحده. اتكلم يا عمي، مين هو؟ مين هو؟ هو انت؟ سناء، يا سناء. اهلا يا عمي. قولي لي يا بنتي، امينه راحت فين؟ حصل لها حاجه؟ انت صاحبتها وسرها معاكي. هي سابت جواب لحضرتك، عن اذنك اجيبه لك حالا. أمينة راح. ما يكونش الولد ده هو اللي غواها وخطفها. أيوة لازم الولد ده هو اللي خطفها. ما تعرفش بيته يا عمي؟ مالوش بيت في مصر، تعرفه قابلها في البحر الأحمر. يبقى لازم نبلغ البوليس علشان ننقذ أمينة ويسجنوه. أنت عاوز تفضحنا يا جد؟ بوليس ليه؟ وأنا رحت فين؟ مش هيقدر ياخدها مني. تسافر يا جد؟ أسافر. يلا بينا. حرما يا سيدنا الشيخ. جمعا ان شاء الله. وهتكتبوا انت ان شاء الله الليله. حضرت الشهود؟ الحاج علي وسالم. معاكم بطاقات؟ ايوه. قصدي الانسه. ايوه معي. على خيره الله. انا عاوز استفسر من حضرتك عن حاجه يا سيدنا الشيخ. ايوه يا بنتي. انا حلفت على المصحف ورجعت في حلفاني، اعمل ايه؟ لا تتعودي الحلف، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وعند عدم المقدرة صيام 3 أيام والله أعلم. خلاص نصوم سوا 3 أيام بعد الجواز. ربنا يهديكم يا ابني. بقول يا سيدنا الشيخ. اتفضل. مش ممكن نكتب كتابنا في الجامع هنا؟ ممكن قوي، يبقى من فضل الله عليكم. خلاص يبقى احنا نيجي لحضرتك بعد المغرب إن شاء الله. على خيرة الله. على مهلك يا عمي. انت كمان جبان؟ اسكت عشان نلحق نلاقي امينه. خلاص ايه رايك يا جنبي؟ انت جميله قوي، اجمل من اي حاجه في الدنيا، وانا بحبك قوي. وانا بحبك قوي قوي قوي. بعدين. والله على ما أقوله شهيد. والله على ما أقوله شهيد. قول يا أنسة، قبلت هذا الزواج؟ قبلت هذا الزواج. الفاتحة مضروب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
خد بالك من امين اعداد. في عينيا يا عم. في عينيا يا أمينة، في عينيا. اطلع يا اسطى. أمينة، أمينة، ما فطرتيش ليه؟ أنا جاد، أنت مش فاكراني؟ أنت مش فاكراني؟ إيه؟ أنت رحتي فين؟ أنت توهتي؟ في عينيا يا أمينة. النور مطفي، تعالي يا روحي اقعدي. بابا قال على مطرح الشمع انا هنور لك الدنيا حالا. تعالي ادخلي اوضتك، تعالي عشان تستريحي. بيقولوا إن الليلة ليلة فرحك. على مين يا أمينة؟ ها؟ ده احنا مخطوبين وأنا قاري فتحتك وعهدنا ربنا إن احنا نبقى لبعض. كنت عايزة تتجوزي عليا يا أمينة؟ طب ما احنا متجوزين. شمعة واحدة مش كفاية. النور لازم ينور اوضتك كلها كلها يا أمينة. مئة شمعة، ألف شمعة، مليون شمعة. تصدق يا حبيبتي اننا بقينا لوحدنا مع بعض؟ ده حلم في الاخر يا امينه. بقينا لوحدنا، عاوزين يبعدونا ليه؟ ده احنا اتحرمنا قوي وتعذبنا كتير وقاسينا اكتر واكتر. امينه الباب مقفول علينا وانت لابسه فستانك الابيض والشمع منور.
بس يا خسارة الفستان عليه دم يا أمينة، لازم تقلع الفستان ده لأن فيه دم. اقلع الفستان يا أمينة، اقلع الفستان ده. الفستان، الفستان عليه دم يا أمينة. أمينة جاد. أمينة في عناية يا عمي. خد بالك من أمينة يا جاد. أمينة، أمينة في عناية يا عمي. عشان خاطر المرة دي، كل عشان الدكتور ما زعلش منك. أستاذ عبد الحكيم، في واحد سأل على الأنسة أمينة وفجأة وقع مغمى عليه. هو موجود هنا دلوقتي. موجود هنا؟ أيوه، في أوضة 15. ده مش انسان، ده وحش مفترس. ده كان ابني. ازاي ابني؟ ازاي جاي تعمل في امينه كده؟ ازاي؟ وازاي انت كنت هتموتني؟ وعشان ايه؟ كنت بدافع عن شرف بنتي. ولو برضه مش بالقتل، امينه كانت مراتي. ما كنتش عارف. كنت تسال؟ خلاص، الحمد لله اللي جت سليمه، والا ما كنتش انا بره دلوقتي. وإذا كانوا لسه هيحاكموني فأنا قابل بأي حكم عليا، وأمينة بنتي مسؤولة مني، وعلى كل حال أنا بحلك من أي ارتباط. أمينة مراتي، وهتفضل مراتي لحد آخر يوم في عمري.
ربنا يخليك يا ابني. انا ما كنتش عارف انك ممكن تكون شاب بالشكل ده، ما كنتش عارف. نظرا للظروف الصعبه اللي مرت بيها انا شايف ان حالتها مضطربه ويمكن تحتاج لبعض الوقت عشان توصل لحالتها الطبيعيه. قد ايه يا دكتور؟ في الحالات دي من الصعب تحديد وقت، ممكن ايام، ممكن اسابيع، وممكن شهور، وممكن سنين، وممكن تفضل كده على طول. مين عارف يا حبيبتي يا بنتي. أعرف إزاي أخليكي ترجعي للدنيا تاني. أمينة أنا عايز أقول لك ويا ريت تسمعيني. أنا بقيت كويس أهو. أنا بحبك. يا ريت تسمعيني يا أمينة. كل اللي حصل لازم ينساه. مستقبلنا مع بعض. مستقبلنا مع بعض يا أمينة. ما تتكلمش عن المستقبل يا شريف يا ابني. أمينة بنتي. يا مين يعرف مستقبلها إيه؟ اركبوا بسرعة يلا. أمينة شريف أهو يا أمينة. يلا اركبي. يلا يا أمينة. على فكرة أنت ليكي عندي حاجة. المركب يا أمينة. أنت ليه جريتي امبارح؟ مركبتي ايه؟ انا ماشي. انا ماشي يا امينة. امينة سناء هتاخد المركب وتمشي يا امينة. سناء هتاخد المركب وتسيبك. تنزلي المايه بهدومك. انت انقذتني من الموت. ده انت اللي انقذتيني.